ركلة الجزاء قاسم وعبد العزيز، قاسم جول، هدف أول للزعيم، هدف أول لمصلحة الزعيم من علامة الجزاء مباشرة على يسار الحارس عبد العزيز الهطالي، سجلها قاسم سعيد لكي يعطي الآن المجال لمصلحة ظفار ومن أجل أيضا تقدم للأمام، خطوة أخرى للأمام، يتقدمون نحو الصدارة مجددا. قاسم سعيد في احتفالية أيضا مع الجماهير من خلال اللقطة الماضية، أكيد وأن الجماهير قليلة المتواجدة هنا على مدرجات استاد ستيب الرياضي، لكننا سنشاهدهم بكثرة حينما يحين موعد نهائي كأس دلالة الصوت. جهة اليسار باتجاه علي البوسعيد، عرضية، جول، جول ثاني لمصلحة الزعيم، هدف ثاني لمصلحة الزعيم، يتقدم نادي ظفار بعد مرور 26 دقيقة، الزعيم يتقدم بالهدف الثاني، يبدو للمدافع حولها بالخطأ في مرمى لكن يتربص لها كان طبعا المهاجم إلياس ماجيري، كرة علي البوسعيد، لكن لاحظ هشام لاعب كرة خلف المدافعين علي البوسعيد على طول من لمسة عرضها وبعد ذلك المدافع بهذا الخطأ. سيدريك إذا هو من يسجل بالنيران الصديقة، يسجل الهدف الثاني، لكن المهم وأن الزعيم يتقدم بهدف ثاني، المهم وأن ظفار الآن يتقدم، المهم وأن مع أيضا طبعا انتقال حسين الحضري، هذه فرصة، جول تقليص الفارق، تقليص الفارق للرستاق العنابي، يعود الآن بهدف تقليص الفارق، هذا طبعا يترجم الكلام اللي تحدثت عليه مع بداية شوط المباراة الثاني، لو تؤمن هذه الفرق فقط شوي بحظوظها، لو تلعب من أجل أن تقدم مباراة أكون أو لا أكون ممكن تسجل، حتى لو المنافس هو ظفار، حتى لو هو الشباب، حتى لو هو أي فريق، شوف الكرة بشكل مثالي من جانب اللاعب البديل محمد فؤاد محمود وعلى طول إلى الهداف اللي طول